والشوط الثاني مفيش. ان فريق مدرب يلاعب الاتحاد السكندري ويخلي الزغلب والنصر يجيب فيه جول، مؤاخذه يعني في كلمه النصر دي، يعني ده يمشي. ده لو مع الاهلي كان زمانه اتحذب. ده ماتش البرتغال كان كل ده اسمه، مش اسمه منتخب مصر، اسمه منتخب الاهلي. الاهلي اتعمل له منتخب، يعني بصراحه ايه ده؟ ده انت مش واخد من الزمالك غير علي جبر ومين تاني؟ وطارق حامد. بس ساعات ببقى متعصب لما الزمالك يعني بلاقيه وحش. الزمالك حلو بيتغلب، وحش بيتغلب، طب متوسط بيغلب، يعني ما يبقى متوسط بيغلب. طب رايك ايه في مدبولي وعنتر واللعيبه الجداد اللي جم الزمالك؟ عنتر يمشي؟ مدبولي لا، مدبولي ما يمشيش. بس عنتر بس هو اللي يمشي لانه اناني. يعني الماتش بتاع الاتحاد السكندري ده ما ببص الواحد، يعني اناني، يعني بيعدي مع نفسه، يعني ده ما انت جنبك.